كابتن هشام، في برضو اتهام او هجوم او انتقاد للاعبين، يقول لك طيب احنا كلنا رايحين على كيروش، هم اللاعبين برضو مش المفروض يلعبوا بحماس وبروح ويأدوا كل مستواهم والكلام ده كله؟ احنا مش حاسين بالروح دي في الملعب، احنا حاسين لعيبه مش فارق معاها. طب حلو السؤال ده، اقول لك ليه، لان انا كنت هربطه بحاجه انا كنت هقولها. عظيم. بس كويس انت قلت السؤال ده. طب هو ليه الوحيد اللي بيعمل الشكل الكويس في المباريات دي كلها؟ يعني عشان شفنا امبارح بس السوليه وصلاح وزيزو لما بينزل. زيزو بيعمل المهام اللي هو بيعملها في نادي الزمالك، متحرر وبيلعب لعبه، وهو هو اللي انت يعني انت حاسس ان زيزو خلص النهارده مباراه نادي الزمالك، فهو راح منتخب بيلعب نفس الاداء. صح. ما حسيتش بفرق اللي انت بتقول عليه دلوقتي. الاتهام ليه؟ هو زيزو لما نزل امبارح لعب مكان مين؟ مش مصطفى محمد؟ يعني المفروض يلعب طرف. صح. لا، زيزو كان جوه بدليل انه في كره اتلعبت له بالعرضه حطيتها جوه وهو في 6 يارده، حطها في العرضه، حطها حلو قوي ورايح وشايف الكره هتبقى فين، ورقص كام كره من نص الملعب وراح مطلع عمر كمال. يبقى مش هو اللي بيلعب على الطرف، يبقى دي قدرات فنيه اللاعب. يبقى ده لاعب النهارده هو اللي عارف وبيبتكر لنفسه، وصلاح مفضيله لان صلاح كان ساعتها هو اللي بيلعب راس عربه لو فاكر. صح. وهو المفروض ان هو يبقى مكان زيزو، مكان مصطفى محمد. يعني المفروض ان هو يبقى قافل الجنب اليمين. لا، ده كان مخلي عمر كمان لعب واحد اشتغل كمان اكتر، لان هو دخل لجوه وطلعه، دخل لجوه وطلعه، ولما بيطلعه بروح قاطع على جوه مكان مصطفى محمد اللي هو راس حربه، وبدليل ان جات له كوره عملها ببطن رجله جوه. يبقى دي النهارده اللاعب لو هو حاسس ان كمان النهارده انت المدير الفني مش مديلك يعني حريه اكتر، انت لازم تبتكر في الملعب. هو احنا ليه شايفين زيزو كويس؟ يعني احنا كل مصر مش شايفه ان زيزو كويس ولا شايفاه وحش؟ لا، كويس طبعا. صح. يبقى عندنا رؤيه النهارده ان احنا بنشوف. صح. صح. طب هو زيزو ليش معنى هو اللي بيشتغل على نفسه؟ مش معنى هو. يبقى اكيد هو بينزل عارف هو عايز يعمل ايه. صحيح. وبيجبر الراجل على حاجه، وهو اللي بيحط الراجل في موقف. يمكن عشان كده ما بيلعبوش مثلا من الاول. يمكن عشان كده مثلا هو ما بيسمعش كلام ان هو مثلا تقف بقى ناحيه اليمين، ولا هو عايز يحرجه. انا مش والله مش عارف. صحيح. لان بصراحه فعلا زيزو احسن واحد في الحته ديت دلوقتي. مظبوط. يمكن حتى لما تريزيجيه وانا لما جيت حتى اتراهنت مع خالد الغندور مع كابتن سيف ساهر والكلام ده من شهر، وقلت له انا ان الراجل بفكر الراجل مش يعني انا حاسس من رؤيته، لان انا اتمرنت مع جوزيه وعارف هم عناديين جدا. هيبدا بتريزيجيه. كل مصر قامت عليا. مصر كلها قامت عليا. طب مين اول ماتش لعب؟ هو تريزيجيه اللي لعب. صح. طب ده انا كنت قايله من شهر الحمد لله. طب النهارده انت ليه بتعند؟ طب ما تريزيجيه لما نزل بقى خلاص مش حلو. هو ليه انت خدت تريزيجيه في الاول ليه؟ عشان جاي مشتاق يا جمال من الكوره وعايز يلعب وما يعني عايز يعمل كل حاجه. فاديله اول ماتش. هو اول ماتش كان احسن من الشوط اللي نزل امبارح. لما نزل امبارح في كوره كان هو سابق المدافع، راح جابه وخد منه الريتم. صح.